ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في يوم جديد مع Common Usage Problems. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي إمتى بستخدم الـ Present Perfect وإمتى بستخدم الـ Past Simple. مش هتكلم عن الفرق في الشكل ولا How to make a question ولا Negative Form، كل ده مهم وجميل، لكن احنا النهاردة بس هنركز على حاجة واحدة بس، إمتى بستخدم الـ Present Perfect وإمتى بستخدم الـ Past Simple. لو جينا الـ Past Simple مثلا، I went to Dubai last week. I went to Dubai last week. هنا أنا حددت انا رحت لدبي امتى، يعني specific time I went to Dubai last week. اذا حددت الوقت بتاع الاكشن اللي حصل في الماضي وانتهى، يعني انا خلاص رحت دبي ورجعت الموضوع انتهى، لازم هنا احدد الكلام ده حصل امتى. اذا حددت الكلام ده حصل امتى فبستخدم past simple tense لما يكون عندي specific time in the past. طيب في present perfect لو قلت I've been to Dubai three times. I've been to Dubai three times. ايه الفرق بين هنا وهنا؟ الفرق هنا ان انا ما عملتش specific time، ما قلتش امتى. حاجة حصلت في حياتي قبل كده وخلاص، من غير ما اقول لك حصلت امتى. هي حصلت وانتهت زي الباست سيمبل. ال two actions finished، الحدثين انتهوا تماما. الفرق هنا في الباست سيمبل ان انا حددت الوقت اللي حصل فيه الاكشن، في البريزنت بيرفكت ما حددتش حصل امتى. فهنا اول فرق ما بين البريزنت بيرفكت والباست سيمبل، الباست سيمبل an action that happened and finished in the past، حاجة حصلت وانتهت في الماضي at a specific time، في وقت محدد انا حددته وذكرته في السنتنس بتاعتي. في البريزنت بيرفكت action happened and finished، حصل برضو وانتهى but without telling the time، من غير ما اقول لك الكلام ده حصل امتى. طيب الفرق الثاني بين البريزنت بيرفكت والباست سيمبل هنا، he lived in Spain for 10 years. he lived in Spain for 10 years. هو عاش في اسبانيا 10 سنين، بس معنى الكلام ده ان الاكشن ده finished، يعني he's not there، هو راح مكان تاني، هو رجع بلده، هو مش عايش في اسبانيا دلوقتي. لكن لو قلت مثلا he's lived، يعني he has lived in Spain for 10 years، معناها he's still living there right now، هو لسه موجود هناك لحد دلوقتي، يعني حياته في اسبانيا بدأت من 10 سنين and still ولسه موجود فيها. يبقى الفرق التاني بالpast simple and present perfect، action happened and finished، حصل وانتهى، خد فترة من الوقت وانتهى، لكن هنا بدأ في الماضي and still going on ولسه ما انتهاش. الفرق التالت ما بينهم لما اقول Shakespeare wrote a lot of plays. Shakespeare wrote a lot of plays. Shakespeare كتب مسرحيات كتير. Shakespeare the dead، ميت، مش هيقدر يكتب تاني خلاص. فدي life experience، حاجة حصلت في حياة شكسبير أو حاجة عملها، but he cannot do it anymore، ما يقدرش يعملها تاني. ليه؟ simply he's dead، هو ميت. لكن هنا مثلا Paulo Coelho has written some novels. Paulo Coelho has written some novels. الشخص Paulo Coelho كتب novels. طيب هو لسه عايش؟ اه he's still alive and he can write more، فيقدر يكتب أكتر. الفرق الرابع مهم جدا، لما أقول I lost my keys. I lost my keys، مفاتيحي ضاعت. معنى ان انا استخدمت الباست سيمبل تنس ان انا لقيت المفاتيح، ان دي حاجه حصلت وانتهت خلاص. I lost my keys yesterday مثلا، مفاتيحي ضاعت مني امبارح، بس طالما انا استخدمت الباست سيمبل معناها ان انا لقيت المفاتيح وما عنديش مشكله. انما لو قلت I've lost my keys، I have lost my keys، I've lost my keys، معناها I can't get into the house، انا مش عارف ادخل البيت، المفاتيح لسه ضايعه. معناه ايه الكلام ده؟ ان لو الحاجه حصلت وانتهت فبستخدم past simple، لو الحاجه حصلت ولسه لها effect، لسه لها اثر على الواقع اللي احنا فيه، فبستخدم present perfect. تاني كده ببساطه وبسرعه، ايه الاربع فروق اللي قلناهم بين present perfect والpast simple؟ اول حاجه الpast simple حصل وانتهى في وقت محدد في الماضي، انما present perfect حصل وانتهى لكن ما حددتش الوقت اللي حصل فيه. تاني حاجه، حاجه حصلت في حياتك واستمرت فتره وانتهت، لكن هنا في البريزنت بيرفكت حاجه بدات وما زالت مستمره حتى الان. الفرق الثالث لما قلنا بتاعت الداد والسمون هو ستيل الايف، حد ميت عمل حاجه، عمل اعمال معينه في حياته لكن انتهت، مش هينفع ان هو يعملها تاني لان هو مات، لكن هنا الشخص لسه عايش so he can still do more، يقدر يعمل اكتر. الفرق الرابع الافكت، لو الحدث حصل وانتهى خلاص ملوش اي اثر في الواقع، مفاتيحي ضاعت ولقيتها في وقتها، كنت متضايق في وقتها مش عارف ادخل البيت، لكن الايفكت ده انتهى، فبستخدم past simple. لو لسه في ايفكت، لو لسه في اثر للاكشن ده، فبستخدم present perfect tense. شكرا ليكم جدا، ويا ريت تكتبوا لنا examples في الكومنتس زي كل يوم، ونشوفكم بكره باذن الله مع يوم جديد مع common usage problems. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.